إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إلياس من قناة جديد ويب، وهذا فيديو جديد إن شاء الله من سلسلة فيديوهات الربح من الإنترنت. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله يعني نزولا عند يعني طلبة الكثير من الإخوان، سأقوم بإذن الله بشرح موقع إيش كيو ليف شير. إيش كيو ليف شير يعني من المواقع الجيدة التي فاجأت الجميع صراحة. كان يعني الجميع يعني يسخر من سياسة الموقع، كون الموقع يعطي يعني نسبة أرباح كبيرة في مدة قصيرة إلى آخره، يقولون بأن الموقع يعني لن يعمر أكثر من شهر أو شهرين إلى آخره. لكن يعني الموقع الآن تعدى الشهرين ولا زال يدفع بدون مشاكل الأعضاء، وحتى يعني الاستثمارات أو قيمة المستثمرين فيه، يعني أناس يعني صراحة مستثمرون كبار وضعوا ثقتهم في الموقع، زيادة على أن صاحب الموقع يعني وهو الأندونيسي هان محمد، يعني أصلا يعني الإشرف هو مسلم، هو صديق لأودينارا صاحب موقع MPA. صاحبه يعني ذكي جدا ويتعامل بجدية ومتفاني في العمل إلى آخره، أكلمه يعني من حين إلى آخر في الفيسبوك. كنت قد طرحت الموقع يعني على صفحتي على بروفايلي في الفيسبوك، والكثير من إخواني يعني طلبوا مني شرح الموقع، مع أن الموقع يعني أقولها وأعيدها فهو سهل جدا في الاستعمال. الموقع سهل وسهل جدا، حتى يعني لا يتطلب منك حتى الضغط على 10 إعلانات لتقاسم الأرباح. المهم لكي لا نطيل، الموقع الذي سنشرحه اليوم هو موقع من مواقع تقاسم الأرباح. أوكي، الموقع لما بدأ كان يتقاسم الأرباح كل نصف ساعة، الآن الموقع غير سياسته أو استراتيجيته وأصبح يتقاسم الموقع كل ساعة، يعني على أنه يعني على رأس كل ساعة تتقاسم أرباح الموقع من مبيعات المنتجات الإعلانية على حسب عدد الأسهم أو عدد الباقات الإعلانية التي تملكها. أوكي، سنتطرق بسرعة لمسألة التسجيل في الموقع. رابط التسجيل يظهر يعني حاليا على الفيديو، يمكنك الضغط عليه، هو رابط إحالة خاص بي لمن يريد أن يدعمني في الموقع، مرحبا به. يعني صراحة إشارة بسيطة، أشكر يعني كل الأشخاص الذين يدعمونني ويتسجلون يعني من خلال روابطي ويحبون شروحاتي ويحثونني على العطاء، يعني يعني المزيد من العطاء والمزيد من الشروحات لإفادة يعني الإغناء، إذا أردنا أن نقول، المحتوى العربي وإفادة الشباب، ويعني إعانتهم على مسألة على فهم المواقع وعلى مسألة الاستثمار على الإنترنت بصفة عامة. ريفيرال يعني يساعدونني كثيرا ويدعمونني كثيرا في المواقع لأحقق يعني أرباح جيدة، يعني أشكرهم جزيل الشكر كل من يعني أجبته على الفيسبوك، حتى من لم يجب يعني فليعذرني وليسامحني. نبدأ في شرح الموقع. موقع ايش كيو ليف شير. تسجيل في الموقع، يعني تدخل، هذه واجهة الموقع. الموقع فيه 4 مستويات للاستثمار، سنبدأ بالتسجيل، نضغط هنا على ساين اب. اوكي، تدخل الاسم الاول الاسم الثاني، يعني هذه اشياء سنعيد شرحها مع انها سهلة. لا ادري، دائما لما اريد ان استعمل يعني مثال للتسجيل ادخل اسم ابي، لا ادري لماذا. اليوزر نيم، يعني ندخل اي يوزر نيم كما كان. الايميل ادريس، الايميل ادريس الخاصة بك، انا سادخل هذه الايميل ادريس مثلا. هنا ندخل باسورد، اظن يعني اعتقد بان الباسورد يجب ان يحتوي على ارقام وحروف، يعني على ارقام وحروف اعتقد، يعني لست متأكد. هنا اذا كنت تملك حساب في الباي بال وتريد ان تقوم يعني باستقبال الاموال عبر الباي بال، تدخل حسابك في الباي بال. اذا كان لديك يعني حساب في بايزا تدخل بايزا، سولي تراست باي. اذا كانت لديك ادرس بيتكوين تدخل ادرس بيتكوين. اذا كنت تتعامل مع بيرفكت ماني تدخل ليبالي او رقم حساب في بيرفكت ماني. هنا الابلاين يظهر اسم الشخص الذي احالك الى الموقع. اوكي، هنا يعطيك قوة الباسورد، يقول بانه موديريت يعني بين بين. هنا تدخل السبام بوت فيريفيكيشن، الاشارة في هذه السبام بوت فيريفيكيشن يعني تحترم يعني الحروف الكبرى والصغرى، يعني كما يقال يعني بالانجليزية الكابس، وبالفرنسية يعني المينيسكول الماجيسكول. اوكي، يعني الحرف الذي هو كبير يعني تدخله كبير، الحرف الصغير تدخله صغير. اوكي، هكذا يعني كما يظهر في الصورة. تضغط هنا اي اجري ثم تضغط على ريجستر. انا الباسورد لم ادخل فيه احرف، سارى ان كان سيقبل التسجيل. نضغط على ريجستر، يعني لاحظ يعني لقد قبل التسجيل بدون اي مشاكل. your account has been registered you can log in here، يعني ندخل لواجهة الموقع.
اوكي، انا الان فقط اريتكم مساله التسجيل، لكن واجهه الموقع سندخلها يعني بحسابي الخاص. تضغط على لوجين، تاتي هنا تجد لوجين، ثم تضغط على اللوجين يفتح لك هذا الاعلان، وهو يعني الاعلان لوجين ادز الذي يظهر مع فتح يعني النافذه التي تنبثق مع فتح الموقع. ينتهي العد التنازلي، تضغط هنا لتقفل النافذه. هنا يضغط لك ما يظهر لك يعني ما يسمى بالداشبورد او الطابلو دو بور بالفرنسيه، الداشبورد. اوكي، هنا لديك معلومات حول حسابك. هنا اكاونت بالانس، سنشرح كل هذه الاشياء بالتفصيل. الموقع لديه 4 مستويات للاستثمار. العائد على الاستثمار يزداد بزيادة المستويات. الموقع لديه حافظتان، حافظة سحب المال إذا أردت أن تسحبه، وحافظة إعادة الشراء، وهي هاتين يعني الأكاونت بالانس. ما يظهر هنا في الأكاونت بالانس يمكن أن تسحبه، ما يظهر في ريبرشس بالانس أو حافظة إعادة الشراء لا يمكن سحبه. يعني من اسمها إعادة الشراء، يعني يمكن فقط أن تعيد الشراء باقات إعلانية بريبرشس بالانس. استثماراتك لما تضعها في الموقع 70% يذهب للأكاونت بالانس أو ما تسمى بالكاش بالانس، و30% يذهب للريبرشس بالانس. أوكي، لكي يشجعك الموقع على إعادة الاستثمار. في موقع ام بي الذي شرحناه من قبل كان العكس، 30% تذهب للكاش و70% للريبرشس. في هذا الموقع لا، 70% يمكن أن تسحبها و30% تعيد بها الشراء. كما قلت، الموقع لديه 4 مستويات للاستثمار. المستوى الأول تشتري السهم ب$5، في المستوى الثاني يكون السهم ب$10، في المستوى الثالث يكون السهم ب$20، وفي المستوى الرابع يكون السهم ب$40. في المستوى الأول يكون العائد على الاستثمار 150%، يعني مثلا إذا دخلت ب$100 يكون العائد على الاستثمار هو $150، يعني 150% كعائد على الاستثمار. في المستوى الثاني العائد على الاستثمار هو 153%، في المستوى الثالث العائد على الاستثمار هو 155%، وفي المستوى الأخير العائد على الاستثمار هو 158%. الموقع صراحة جيد جدا ولاقى نجاحا كبيرا. في البداية كان لديه مشكل كلون، وكان لديه مشكل مع السيرفر الذي يعني اكتره صاحب الموقع لم يستطع تحمل الضغط الكبير وعدد الأعضاء الكبير، لأن الموقع لاقى نجاحا كبيرا في شهره الأول، يعني فاق 20,000 مستخدم، يعني شيء رائع، يعني نتائج مذهلة لهذا الموقع. يعني نعود هنا إلى هوم، نلاحظ يعني لاحظوا كم عدد الأعضاء، 32,000، يعني أزيد من 32,000 عضو فقط في شهرين، يعني أرقام صراحة خيالية. توتال بيرشيسز يعني الشراء يعني والاستثمارات في الموقع في الباقات الإعلانية، لاحظوا يعني كم هذا الرقم، 1، 2، 3، 4، 5، 6، يعني $5 مليون، أكثر من $5 مليون كاستثمارات في هذا الموقع. توتال بيد أوت يعني عدد يعني الدفعات أو الأداء، يعني المبالغ التي دفعها الموقع للأعضاء، الأرباح التي تم دفعها، يعني أزيد من $1 مليون. يعني تخيلوا موقع في شهرين بعد انطلاقته بشهرين يدفع أكثر من $1 مليون للأعضاء. أظن أنكم لا بعد 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 هذه الإحصائيات لا داعي لأن يسألني أحد هل الموقع موثوق. موقع يدفع أكثر من $1 مليون في شهرين، موقع جد موثوق، صاحبه سنغافوري، أكلمه إنسان صادق يعمل بجدية، يريد أن يلقى يعني بالموقع يعني إلى أعلى الدرجات إن شاء الله. انا انصح الجميع بالاستثمار في هذا الموقع. كما قلت يعني كان مشكل في الكرون، لم يكن يحتسب الارباح، لم يكن يقتسمها بشكل جيد، فصاحب الموقع لمجازاة الناس الذين صبروا معه في تلك الحقبة قد اضاف 3% يوميا من الارباح، يعني ان الارباح اصبحت سريعة جدا. ستنتهي يوم 9 في شهر اكتوبر، يعني يوم غد، نحن اليوم 8 اكتوبر، غدا ستنتهي 3% وتعود ارباح عادية. يعني في هذه الفترة صراحة استفدنا كثيرا من الارباح، الحمد لله. إذا نعود إلى الحساب، إلى الداشبورد. قلت هذه الأكاونت بالانس، لاحظ مثلا هنا لدي فيها $24، هذه ريبرشس بالانس، هنا عدد الأسهم التي أمتلكها حاليا يعني 1017 سهم. الأد كريديتس، هذه الأد كريديتس هي يعني الكريديتس التي يعطيها لك الموقع بشراء الباقات الإعلانية،
كلما تشتري بقائع إعلانية يعطيك عدد معين من الكريديت يمكن أن تستعملها للتروج لمواقعك، سنرى ذلك بعد قليل. البيزنس دايركتوري كريديت مثلها مثل الأد كريديت، يعني تستعملها للترويج لبانيرات إعلانية بمواقع أخرى سواء منتوجات أو لديك بلوغ إلى آخره. تستعمل هذه الكريديت لجلب ترافيك إلى موقعك، أو إذا كان هناك موقع آخر من مواقع البي تي سي أو تقاسم الأرباح إلى آخره ك ام بي اي او ترافيك مونسون او البيد فيرت او هناك العديد من المواقع يعني اد برو الى غيره. هنا سبونسر يعني الشخص الذي احالك الى الموقع، مثلا هنا ماني ميكر. عدد الاشخاص المحالين الذين لديك، يعني انا لدي 381 شخص للاشاره، فالحمد لله يعني افتخر بكوني اكبر يعني اول شخص في الموقع لديه اكبر عدد من الريفيرال، ويعني الحمد لله هذا فخر لنا يعني نحن العرب ان يكون شخص يعني الحمد لله يمثلنا، واتمنى يعني ان يكون هناك شخص ايضا يمثلنا في مواقع اخرى. هناك يعني الاخ ياسين الزوفي، صراحة ارفع له القبعة، شخص يعني اعتقد يعني واظن غالبية الظن انه مغربي، اظن انه مغربي مغربي او مهم اظن انه مغربي او جزائري، لا اعتقد، لا لست متاكد. يعني انا الحمد لله يعني اول شخص في مساله الريفيرال، لدي اكبر عدد من الريفيرال. وفي عدد الباقات الاعلانيه يعني هناك ياسين الزوفي يعني تبارك الله عليه، لدي 1668 باقه اعلانيه. يعني المغاربه صراحه بداوا يهتمون كثير بهذا المجال، لم يعود هناك يعني التحفظ والخوف الذي كان في البدايه. يعني يوم قدمت فيديوهات ام بي اي وترافيك مونسون وبيد فيرت الى غيرها، كان هناك الكثير من الاشخاص يعني يراسلونني في الفيسبوك، ماذا يقولون اخي، يعني هل هذه المواقع صادقة، هل هذه المواقع موثوقة، نخاف ان ينصب علينا، نخاف ان يقع المشكل الفلاني. الان الحمد لله لم يعد ذلك المشكل، يعني لم تعد حتى هذه التساؤلات او هذه يعني التخوفات او الترددات. يعني الان اصبح يعني الحمد لله الشباب يعني صغار، يعني حتى يعني في التعليم الثانوي يعني لم يكملوا حتى دراستهم، يراسلونني يقولني كم هو يعني المبلغ الذي تنصح باستثماره في هذه المواقع. يعني ان الناس اصبحت لديها قابلية للاستثمار، وهذا الحمد لله يعني شيء مفرح. والله يعني انا شخصيا يعني احب الخير للجميع، و ما كرهتش يعني لو ان الجميع يعني يصبح يعني يكون لاباس عليه، ما كرهتش يعني ان الجميع يحقق اموال ويحقق ارباح. هو يعني صراحة البطالة يعني غلبت على المغاربة، هذا هو اللي كاين، نرجع في الله سبحانه وتعالى. البطالة وقلة الشغل وقلة فرص العمل، يعني الشباب اصبحوا يلجؤون لهذه المواقع، اصبحت تحل لهم مشاكل ويعني تدير عليهم ارباح، والله يعني تدير عليهم ارباح اكثر من عملهم اليومي. هناك من يشتغل 8 ساعات يعني في العمل في وزارة أو إلى آخره، يعني في 3 أو 4 أيام يحقق أكثر من راتبه الشهري، وهذا شيء مفرح الحمد لله. إذا نتمم شرح الموقع، قلت هنا الداشبورد، هذا ما يجب أن تعرفه في الداشبورد. هنا يعني الأرباح التي ربحتها يعني عن الريفيرز، يعني لاحظ يعني $5000، يعني مبلغ الحمد لله جيد. هنا المبلغ الذي قمت باستثماره، يعني مجموع إجمالي استثماراتي، يعني دخلت يعني بمبلغ يعني فقط $574. هناك يعني إخواني يراسلونني كم هو أحسن مبلغ، يعني أو كم المبلغ المثالي الذي تنصح باستثماره. أنا أقول سأجيبكم نفس الجواب الذي أجيب به الإخوان على الفيسبوك، ليس هناك مبلغ أقول لك مثلا في هذا الموقع استثمر $560، استثمر 7، لا، يجب أن تعلم أنه كلما استثمرت مبالغا أكثر كلما كان ربحك أكبر، هذا يعني شيء لا نناقشه. كلما استثمرت مبالغ أكبر كلما كان ربحك أكبر، وربحك حتى أسرع، لأنك إذا اشتريت 100 سهم لست كمن يشتري سهمين، أو لست كمن يشتري 15 سهما، يعني تراكم الأسهم بسرعة وتكون أرباحك مذهلة، يعني تكون أرباح سريعة جدا بمقارنة مع من يدخل ب$100. إذا دخلت ب$1000 و2000 أو $2000 فهذا شيء جيد رائع جدا، ستلاحظ بأنك مثلا بعد شهر يعني إذا طبقت يعني استراتيجية إعادة الشراء، يعني فول ريبرشس، تعيد الشراء بالحافظتين بالكاش بالانس والريبرشس بالانس، تعيد الشراء بالحافظتين، إن شاء الله ستحقق نتائج جيدة بعد شهر أو شهر ونصف، يمكن أن تسحب يعني رأس مالك كله وتبقى يعني تشتغل فقط بربح. المهم هنا يعني مسألة هنا الأد بالانس، يعني كيفية الاستثمار في الموقع. تخطينا البانرز والريفيرال لينك،
هنا البانرز يعني إذا أردت الترويج للموقع في مواقع أخرى، مثلا تأخذ هذا العنوان، هاته البانر تأخذه مثلا من هنا، هذا البانر URL، تأخذ هذا العنوان، عنوان البانر، ثم تلصقه في أحد المواقع التي تريد الترويج إليها، مثلا في ترافيك مونسون أو في MPA إلى آخره. يعني لاحظوا تظهر البانر. إذا نعود للموقع، هنا فقط يعني عناوين البانرز، هناك البانرز الكبيرة، البانرز المتوسطة إلى آخره. هنا الاد بالانس، اذا اردت يعني اضافه الاموال او الاستثمار في الموقع، لاحظوا يعني اذا اردت اضافه الاموال بالباي بال، هناك رسوم 6%، بالبيزا 6%، سوليتراس بي 5%، بيرفكت ماني 5%، او بالبيتكوين 0%. لكن تجدر الاشاره انه اذا اضفت اموالا بالبيتكوين يجب ان ترسل ايميل الى هذه الادريس لكي تعلم الموقع، يعني تخبرهم بانك قد استثمرت بالبيتكوين، لان في يعني الى حدود الساعه الراهنه التي اصور في هذا الفيديو لازال الموقع يعني يشهد، لن اقول مشاكل، لكن بعض يعني بعض العراقيل التي بسيطه يعني للاستثمار بالبيتكوين. اذا اردت او نويت الاستثمار بالبيتكوين الاموال ستصل، لن اقول انا لن تصل، لكن لتسريع مساله الاستثمار بالبيتكوين من الافضل انك بعد ان تستثمر ترسل ايميل لهذه الادريس كما تلاحظ هنا، بيتكوين at hqrevshare.com او بيتكوين @ hq hq revshare.com، وتخبرهم بانك يعني قد استثمرت بالبيتكوين، وتعطيهم ترانزاكشن نمبر، ولما لا يعني ترفق صوره يعني الى اخره. هنا تدخل مثلا القدر المالي الذي تريد ان تستثمره، مثلا انا في اريد ان استثمر في المستوى الاول للاشاره، فلا يمكن تخطي من مستوى الى مستوى، يعني مثلا تدخل من البدايه تريد ان تستثمر في المستوى الرابع، لا يمكن ان تستثمر في المستوى الثاني قبل ان تنهي على الاقل او تشتري على الاقل 100 سهم في المستوى الاول.